تليفونك شوفي حمرتي اوكي؟ كل شيء بيرفكت. صدق؟ شعري مرتب؟ تبليد. تحسين لويا؟ تبليد. لولو يلا؟ يلا. وي ايش في هذا؟ ليالي ليالي. ليالي ممكن تهديني شوي؟ اطلع برا بكلمك. اطلع لي برا الحين ابي اكلمك. عشان خاطري اهدي. احنا بالشارع ترى ما يصير كذي بس اهدي. متفاجئ؟ ليش تتفاجئ؟ ايش كنت متوقع مني؟ اقعد بالبيت اندب حالي وابكي وانهار وانت بكل برود تبي تنهي حياتي ومستقبلي ومصيري كله بمسج يا تافه، مسج بعشرين فلس. انا ما عرفت شو اقول لك. انو ارد اسلي مسج يقول لي انت طالق بكل برود، يقول لي انت طالق. ابي افهم ليش الحين، ليش بالليل؟ كان الصبح. هذا ما كان حلمي ترى أنوار، والله ما كان حلمي. أنا كنت أحلم أن هذا اليوم اللي أنا أنزف فيه. أنت الصبح كنت قاعد تكلمني تقول لي بلا راح أجيك وراح أمسك يدينك وراح أدش قدام الناس. ليش هذا ما صار؟ ليش اليوم ما تبي تخليها بخاطري؟ تبي الناس يشوفوني بكشختي؟ شافوني بس شافوني مثل مينورة قاعد طالعة أركض. شو اسمه؟ حسبالي نكتة، والله العظيم حسبالي نكتة. انت ايش فيك؟ تذكرين البنية اللي قالت لنا سالفتها، اللي قالت انها تطلقت بمسج؟ طلع فيه منكم وايد، طلع فيه من هذيل الاشكال وايد. عادي تطلقني بمسج؟ شرعا ما يجوز. تدري؟ يلا كانك ريال طلقني الحين. ليالي ممكن بس ولا كلمة غير انت طالق لا تقول. خليك ريال، أنا أسوى وايد أكثر من 20 فلس. يا السخيف يا المريض. إذلف ما بشوف وجهك، أنا بس ارتحت الحين، ارتحت علشان الناس اللي طلعت أركض قدامهم مثل مجنونة. على الأقل ألاقي لي حل لما أصير علش بحلوجهم. أعرف أنا شرد عشان أقول لهم هالمريض طلقني ب 20 فلس. السخيف